ام ترندك ما خلصناش من ترند عمرو دياب وضربه للمعجب بالقلم الا واصطبحنا وقلنا اول خبر دلوقتي محمد رمضان بيضرب واحد بلام ضرب طخ 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 طخ. ايه مفيش هواده خالص، هي كلها ترندات يا عم محمد يا رمضان. ما ينفعش اللي انت عملته، خد منك التليفون وانت وسط ومعاك البودي جارد بتاعك، هيجيبوه هتفاهم معاه بالراحه. انت عملت كده ليه؟ هو عمل كده ليه؟ عشان ياخد يعمل شهره. طب مين يرفع قضيه؟ طبعا هيطالب بملايين منك يا عم محمد رمضان. ما ينفعش اللي انت عملته ده مهما يكون. هو يعني هو خد التليفون منك وجر، هيجيب البودي جاردات بتاعتك، هتجيب امه. لكن ما ينفعش الكلام ده يا عم محمد، يعني لازما والترند هتطلع بقى وحوش وحلق. يا عم الحاج محمد رمضان انضرب الواد بالقلم، والواد المحامي بتاعه مش هيتنازل، وكرامتي ومش كرامتي. انا شايف ان هي يعني دي حوارات ترندات من الفنانين الكبار او الناس المشهوره. اما يلاقي ان مثلا سهمه نزل شويه يقول لك ايه اضرب ترند. تضربوا طب ما ضربوش، خد يا ابني التليفون. طب يعني مثلا اللي ماشي جنبه دي يعني الواد عارف نفسه ان هو مش هينضرب؟ يعني الواد اتجرأ وخد منه التليفون، يعني خد منه التليفون ازاي؟ نتشه من ايده للدرجه دي؟ الا لما الواد مثلا ممكن يكون، انا اظن ان هو متفق معاه عشان الواد يعني ترند وخلاص، وترند لمحمد رمضان. ومحمد رمضان طبعا انتوا عارفين عاوز يبقى التوب على طول، هو الاول على طول. لكن الله يعني ربنا يهدي الشباب، ربنا يهدي الشباب. لو وصلت معايا لحد الوقت ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد، من اخبار حصريه، من اخبار فنانين، اخبار سياسه، اخبار رياضه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع السلامه. ما تنساش تشوف الفيديو اللي ظاهر طالع قدامك ده.